انضم الينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيغار. يوسف، ابدا معك باجتماع مجلس الدوما، وما الذي سيناقش من خلاله؟ في الواقع صلاح، بحسب الأخبار التي نشرتها وكالة تاس منذ قليل، مجلس الدوما أيد بالإجماع تلك المشروعات التي تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص ضم المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية، جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، بعد مناقشة جملة من القوانين والإجراءات التي من المنتظر أن تسهل عملية الضم بعد اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذا القرار، وبعد أيضا مصادقة المحكمة الدستورية في روسيا على تلك المعاهدات ووصفها بأنها تتوافق تماما مع الدستور الروسي ومع القوانين الروسية. ما ناقشه المجلس الدوما منذ قليل هي هذه القوانين والإجراءات، خاصة ما تعلق بحدود هذه المناطق الأربعة، ما أعلنه الكرملين وأيده مجلس الدوما منذ قليل بأن هذه أو حدود هذه المناطق تأتي بعد أو وفق الحدود التي تم إعلان هذه المناطق تابعة لروسيا الاتحادية. تم أيضا مناقشة جملة من الإجراءات للقيام بانتخابات برلمانية ولاختيار أعضاء الحكومة في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا. تم تحديد 23 من سبتمبر من عام 2023 كتاريخ لبدء الانتخابات البرلمانية في كل من مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا. أما فيما يخص جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك، سيستمر حكام هذه المناطق في إدارة الشؤون الإدارية في جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك حتى تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشخصيات يمكن أن تحكم هذه المناطق. تم تعميم أيضا استعمال اللغة الروسية والعملة الروسية الروبل في هذه المناطق، وتم وصف مرحلة انتقالية لضم هذه المناطق إداريا بشكل نهائي. تم منح بعض الاستثناءات فيما يخص استعمال العملة الأوكرانية في بعض المناطق، وكذلك استعمال أو ضرورة استعمال اللغة الروسية، وتعميم المجال أو المنهاج التربوي الروسي والجامعي في المعاهد والجامعات والمدارس في المناطق الأربعة التي تم ضمها بشكل نهائي إلى روسيا الاتحادية. شكرا جزيلا لك يوسف بيغار مراسل الغد، كنت معنا من موسكو.